به عسلامة. اليوم ما أنا باش نحكي وكان على معطيات إحصائية اللي أصدرها مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية. أيواش نشدوا الحساب يا سيدك من سيدك. في شهر نوفمبر وقع إيقاف 13,505 نفر بين قوسين، خاطر وزارة الداخلية ما زالت ما تعلمتش تستعمل كلمة مواطن في قاموسها وتعتبر كل شخص نفر. كيما العلالش بالضبط، ها 13,505 نفر فيهم 9,214 اللي العدالة البريمة ياسر متاعنا تفركس عليهم، و 4,289 مورط في قضايا مختلفة. هل 4,289 نفر منهم 865 على سرقة، 119 على السلب، 546 على العنف، 858 على السكر والتشويش، مع العلم أن الدولة تربح في بارشة فلوس من أجل بيعان الشراب، وزادت المرابح أخيرا بما أنها قوات في الضريبة على بيع الخمور، 359 نفر على استهلاك وإلا ترويج المخدرات، خاطر وزارة الداخلية ما عندها حتى فرق بين مواطن عمل جونتا خفيفة باش ينساهم البلاد وبين مراوج. هاوكا تعطينا العدد تشيلة بيلة يا أبو العيلة. وفي نفس هال 4,289 نفر فما 93 بياع مارشينوار، يا لطيف على المواطنين اللي أقرب نقطة بيع خمور تحب لها ساعة باش تخلط لها. هات نكملوا. الوزارة شدت زادة 169 مواطن من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة اللي حد اليوم ما عرفناهاش شنية بالضبط هالأخلاق الحميدة اللي يحكيوا عليها، وما زالت التصرفات المثالية اللي تخلينا نحافظوا على هالأخلاق الحميدة ماهيش منصة بالحرف وفي المهمود، واللي يجي يعمل أخلاق حميدة على كبر ساقه ويعفس. وفما 128 نفر موقف من أجل الإضرار بأملاك الغير، و 121 من أجل هضم جانب موظف، و 46 من اللي هربين من الحبوسات، و 16 من أجل القتل، و 14 مجدودين على التهريب. وفي نفس الوقت حبوساتنا في حالة يرثى لها والوضعية ما تليقش حتى بالحيوان. أي وين خلطنا؟